اسمي محمد جمال، بدأت حياتي العملية عام 2008 هنا بدولة الإمارات. بدأت العمل كمعلم بإحدى المدارس وتطورت ما بين مدرسة لأخرى، بعدين أنشأت شركة تعليمية في دبي ومن 2017، والحمد لله رب العالمين من خلال الشركة التعليمية أنشأنا المطعم إنزين هنا موجود في عجمان. وأديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم ورهنوا عليك تخسروا. احنا بنقدم اكلات عربية سورية، تمام؟ جميع انواع الاكلات العربيه والسوريه، عندنا كافه انواع المشاوي وعندنا ايضا كافه انواع الكوفيات، كافه انواع العصائر الطبيعيه الفريش، عندنا ايضا الباستا بانواعها، تمام. بالاضافه لذلك نحن بنستخدم المنتجات بتاعتنا فريش. هو الزبون بصفه عامه لما بيلاقي شيء فريش او شيء اول باول كل يوم، بالاضافه نعم بالنظافه وجوده الاكل، اكيد بيجي مره واثنين وثلاث، والحمد لله رب العالمين احنا كسبانين مصداقيه الزبائن كلها موجوده. احنا عندنا انواع الكيك برضو بنطلعها مع الكوفي موجوده، تمام، كلها بانواعها. بالاضافه ان احنا بنحاول اي صنف جديد بنحاول نضيفه طالما ان هو بيرضي الزبائن والعملاء عندنا. هنا صدقت حلمي وبدات، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم ورهنوا عليك تخسروا. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مقدرش يعيش ابدا يوم غير وانا حر. أنا نعم، احنا عندنا خدمه توصيل داخل عجمان والشارقه مجانيه وداخل فري، نعم. واذا بدبي لازم يكون في ليميت معين للاوردر، بالاضافه ان بنتعامل مع شركه طلبات. شركه طلبات برضو في اكثر من يوميا عدد كبير جدا من الطلبات بيجينا عن طريق الاونلاين. جميل. هل ممكن انك توفر طلبات بكميات كبيره او كميات صغيره، ولا بتكتفي بس بعدد الاشخاص؟ شو المينيموم والماكسيموم؟ إذا طلب مننا بكميات كبيرة مثلا للأفراح والعرائس أو الحفلات، لازم يخبرونا قبلها بيوم، بنجهز عندنا الحمد لله المعدات والأجهزة الكافية، نعم، وعندنا الستاف اللي هو يقدر إن هو يقوم بهذه الأشياء. أهم شيء طبعا جميل جدا، ممكن أي أكلة بيطلبها أي شخص بتوفيها موجود الحمد لله عندنا. حتى الكوفيهات ممكن في ناس بتحب كوفيهات مو أكلة معينة، نعم، الستاف مؤهلين جدا هنا الحمد لله وعندهم خبرات كبيرة بمطاعم كبيرة، فقادرين إن هم يعملوا أي نوع من أنواع الأكل الحمد لله. ونحكي شوي عن نعمة الأمن والأمان اللي نحن عايشين فيها في دولة الإمارات.
والله نعمة الأمن والأمان الحمد لله رب العالمين. يعني الإمارات وطن الخير ووطن الأمان، وده شيء معروف للناس كلها الحمد لله. ونقطة الاقتصاد والاستثمار هنا في الدولة الحمد لله رب العالمين، الدولة ما مقصرة، يعني بيدعمونا اقتصاديا، بيدعمونا الحمد لله رب العالمين الاستثمار هنا معنويا، الخدمات اللي بيقدموها لنا الحمد لله رب العالمين مخليه جو آمن للاستثمار داخل الدولة الحمد لله رب العالمين. وأيضا بدنا نذكر للسادة المشاهدين بريستورانت كافيه زين، بدنا نذكر لهم اسم اللوكيشن بالضبط. مطعم وكافيه زين موجود بعجمان بالجرف 2 بشارع المحكمة بجوار محطة بترول ستيشن أدنو. أنا بشكر جميع الشيوخ والحكام على الدعم اللي واخدينه كافة في كافة الأمور من ناحية الاستثمار، من ناحية الأمن والأمان، وربنا يديم الخير والنعم علينا يا رب إن شاء الله. آمين رب العالمين. وأكيد من قناة مستمعي سما الخليج من برنامج مكافأة الإمارات نوجه لك رسالة شكر. شكرا لك أستاذ، خلينا نحكي لكونك معلم. شكرا لك، نتشكرك على الاستضافة الجميلة ونتمنى لك جزء التقدم والنجاح، وإن شاء الله بنشوف من زي الرسالات في كافة دولة الإمارات وليس فقط في عجمان. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما الخليج وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان.